تحية طيبة مشاهدينا الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا وإلى عناوينها. رئيس الوزراء يوجه بإعداد خطة وطنية شاملة لتوزيع لقاح كوفيد 19. محافظ العاصمة عدن يطالب الحكومة بمساواة الرسوم الجمركية في ميناء عدن ببقية موانئ البلاد. مولد كهربائي ومساعدات طبية من السلطة المحلية بحضرموت لمستشفى الفقيد الشاذلي بمديرية حجرة. المكتب التنفيذي بمديرية المكلا يعقد اجتماعه الدوري الأول للعام الحالي. ميليشيات الحوثي الإرهابية تستمر في خروقاتها العسكرية وتستهدف منازل المواطنين. أهلا بكم. وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وزارة الصحة بإعداد خطة وطنية شاملة لنشر وتوزيع لقاح كورونا كوفيد 19 والذي تحصل عليه بلادنا من خلال مبادرة كوفاكس عبر مكتب منظمة الصحة العالمية وبدعم من مركز الملك سلمان. وشدد رئيس الوزراء خلال ترأسه في العاصمة عدن اجتماعا بقيادة وزارة الصحة على ضرورة مراعاة تغطية الخطة لجميع المناطق وإعداد برنامج التسجيل بيانات المستهدفين للحصول على اللقاح، لافتا إلى أهمية الأخذ في الاعتبار اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة والإجراءات الوقائية للحد من حدوث أي تفشي لموجة جديدة من الجائحة. وناقش الاجتماع خطة وزارة الصحة لمواجهة الوباء وخطة تأمين اللقاح وإجراء تعبئة وتحديث منتظم لأداء تقييم جاهزية بلادنا لاستقبال اللقاح. وأوضحت وزارة الصحة أنه من المتوقع أن تحصل بلادنا على 12 مليون جرعة لقاح كورونا على دفعات تكفي لنحو 6 مليون شخص، لافتة إلى أن أولى دفعات اللقاح ستصل مع بداية الربع الثاني من العام الجاري تشمل حوالي 2,316,000 جرعة كافية لتطعيم أكثر من مليون شخص. طالب محافظ العاصمة عدن أحمد لملس الحكومة بمساواة الرسوم الجمركية في ميناء عدن والمنافذ البرية والجوية ببقية موانئ ومنافذ البلاد الأخرى، وكذا منح عدن نسبة من مواردها المالية أسوة بالمحافظات الأخرى. وأكد المحافظ لملس عقب مشاركته بمعية وزير المالية سالم بن بريك في الحفل الذي أقامته مصلحة الجمارك بمناسبة اليوم العالمي للجمارك أن عدم مساواة الرسوم الجمركية تسبب بعزوف رجال الأعمال من ميناء عدن، وهذا أمر لا نرتضيه ولا نرضى بتدخل الجهات الأمنية والعسكرية في عمل المنافذ الجمركية كذلك، مشيرا إلى أن عدم ضبط المحافظات الأخرى بإيداع إيراداتها في البنك المركزي يجعل السلطة تتدخل من أجل تنمية عدن. هذا وشهد الحفل تكريم عدد من المؤسسات والشركات التجارية وموظفي وعمال المصلحة تزامنا بالاحتفال باليوم العالمي للجمارك ومع اختتام أعمال اللقاء التشاوري السنوي لقيادات مصلحة الجمارك بالمحافظات. عدم التسوية في التعرفة الجمركية أدى إلى عزوف رجال الأعمال من عدن، وهذا أمر لا نرتضيه على الإطلاق. التدخلات السلطات المحلية السلطات الأمنية والعسكرية في المنافذ الجمركية أمر غير مقبول. نحن ما زلنا ملتزمين ومساعدين للمنافذ الجمركية، لكن عدم ضبط بقية المحافظات يجعلنا نتدخل ونتدخل بقوة لصالح تنمية العاصمة عدن. لن تظل عدن في منع عن مواردها على الإطلاق إن لم يتم الضبط والإيراد إلى البنك المركزي. وصلت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية بالعاصمة عدن اجتماعها الدوري برئاسة نائب رئيس الجمعية الدكتور أنيس لقمان، وناقش الاجتماع المحضر السابق للهيئة واتجاهات خطة العام 2021 وكذا القضايا التنظيمية المتفرقة. واستعرضت الهيئة نتائج وقرارات الاتحاد الأوروبي بشأن اليمن وانعكاساتها على مسار قضية الجنوب، متخذة جملة من القرارات والتوصيات التي ستسهم في تسهيل عمل الهيئة وسرعة إنجاز مهامها. واختتمت الهيئة اجتماعها الدوري بمناقشة عدد من القضايا التنظيمية الخاصة بالجمعية الوطنية واتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة.
في العاصمة عدن أيضا استقبلت عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المحامية نيران سوقي مديرة منظمة نداء جنيف السيدة دينا المأمونة. وفي اللقاء قدمت المحامية سوقي شرحا مفصلا عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت وترتكب في الجنوب منذ عام 1990 إلى الآن، مشيرة إلى الدور المحوري لقيادة المجلس الانتقالي في رصد تلك الانتهاكات والجرائم ورفعها إلى المنظمات الدولية المعنية. من جانبه أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالجمعية الوطنية إلى أن المجلس الانتقالي يسعى إلى التواصل المستمر مع المنظمات الحقوقية لإظهار الانتهاكات وتوصيل رؤية صحيحة وواقعية عما يدور في الجنوب. من جانبها أشادت السيدة دينا المأمون بالعمل الحقوقي المنظم الذي تقوم به قيادة المجلس الانتقالي وكل الدوائر واللجان الحقوقية المنضوية تحت سقفها. وإلى المكلا، ناقش مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت وضع التصورات الأولية لإقامة الملتقى الأول للمعلمين المتقاعدين بالمحافظة، واستعرض الاجتماع رؤية ورسالة وأهداف وبرامج الملتقى الأول للمعلمين المتقاعدين، والذي يشتمل على فعاليات متنوعة تهدف من خلالها إلى إبراز عطاء هذه الشريحة المهمة في القطاع التربوي والتعليمي. وفي الاجتماع أكد وكيل الوزارة مدير تربية ساحل حضرموت أهمية هذه الفكرة، والتي تأتي كرد الوفاء والتقدير للجهود والعطاءات التي بذلوها هؤلاء المعلمون، وجها مديري الإدارات التربوية والتعليمية بالمديريات بالتفاعل مع هذا الحدث التربوي النوعي الأول بإقامة فعاليات وفائية مماثلة بملتقى المحافظة. قام وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق بزيارة إلى مديرية حجر لتلمس أحوال المديرية وتقديم دعم صحي من السلطة المحلية لمستشفى الفقيد الشاذلي بمنطقة الجولة. وخلال الزيارة التي رافقه فيها مدير مكتب وزارة الصحة بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي، أوضح الوكيل بارزيق أن الدعم المقدم للمستشفى الفقيد الشاذلي يشمل مولد كهربائي بقدرة 66 كيلو واط لأجل تسهيل إجراء العمليات الجراحية والطوارئ بالمستشفى، إضافة إلى أسرة ترقيد واسطوانات أكسجين وأدوية مجانية والتعاقد مع فني صيانة بالمستشفى. بدورهم عبر أهالي مديرية الحجر عن شكرهم وامتنانهم للسلطة المحلية على اهتمامها بالمديرية وتلمس أحوالهم، مثمنين الدعم الإسعافي لمستشفى الفقيد الشاذلي والذي سيسهم في تحسين الوضع الصحي في المديرية. عقد المكتب التنفيذي بديوان السلطة المحلية بمديرية المكلا اجتماعه الدوري الأول للعام 2021، وناقش الاجتماع التقرير الحسابي الختامي للعام المنصرم المرفوع من قبل مكتب المالية بالمديرية وتقرير الحالة الأمنية بالمكلا وما يشهد الوضع الأمني من نجاحات في رفع مستوى أداء الأجهزة الأمنية في عموم المديرية، بالإضافة إلى تقرير خطة مكتب النقل العام الحالي التي تضمنت الآلية المقترحة لعملية النقل خلال شهر رمضان والعيدين. هذا وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والتكليفات والقرارات التي تهدف إلى رفع وتيرة عمل المكتب التنفيذي بالمديرية. إلى مدينة سيئون، ناقش اجتماع آليات تعويض المواطنين المتضررين من مشروع المسح الزلزالي الذي ستنفذه شركة كاليفالي النفطية في المديريات الغربية لوادي حضرموت. وستبدأ الشركة من الشهر الجاري لاستكشاف النفط الكامن في هذه المناطق لزيادة الإنتاج من النفط الخام. وشددت السلطة بالوادي والصحراء في الاجتماع على قيادة شركة كاليفالي التزامها بدفع كافة التعويضات اتجاه المواطنين الذين ستتضرر مصالحهم من عمليات المسح الزلزالي، موضحة أنها ستعمل على ضمان تنفيذ هذا المشروع، وكذا دفع الشركة لالتزاماتها اتجاه المتضررين. هذا وقدم أعضاء لجنة التعويضات شرحا حول آلية عمل اللجنة في تقييم التعويضات وجهودها في حصر الأراضي التي ستتضرر، مقدمين جملة من التصورات والمقترحات الخاصة بإجراء تقييم لمختلف آبار المياه وبيوت المواطنين ومزارعهم قبل عملية المسح ومراجعتها بعد تنفيذ المشروع
لتقييم الأضرار. في مدينة سيئون أيضا عقد اجتماع لمجلس إدارة مؤسسة المياه بالوادي والصحراء لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة برفع التصورات لمعالجة مطالب نقابة العاملين بالمؤسسة. وناقش المجتمعون التوصيات المقدمة لمعالجة مطالب العاملين في المؤسسة، مشددين على أهمية رفع إضراب العاملين والعمل على تحسين مستوى خدمة المياه في عموم المديريات. إلى ذلك وجهت السلطة بالوادي والصحراء باعتماد جملة من الإجراءات لمعالجة مطالب اللجنة النقابية، مشددة على أهمية تنمية إيرادات المؤسسة والاستخدام الأمثل للموارد واتخاذ السياسات الإدارية والمالية التي تعمل على ذلك للحفاظ على استمرارية عملها في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد. جددت ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا قصفها الصاروخي العنيف في اختراق واضح وصريح للهدنة الأممية، متسببة في تدمير منازل المواطنين في إحدى مديريات الساحل الغربي. يأتي هذا تزامنا مع رفع جماعة الحوثي من قائمة الإرهاب. راجمات الصواريخ الحوثية لا تميز بين بيوت المدنيين ولا حتى المساجد، ففي تصعيدها الأخير واستمرارا لخروقاتها العسكرية استهدفت الميليشيا المدعومة إيرانيا 4 منازل لمواطنين بحي منظر السكني بعد مرور يوم واحد على تدمير مسجد بقصف حوثي بصواريخ الكاتيوشا في ذات الحي. ووثق تصوير فيديو حجم الدمار الكبير الذي لحق بمنازل المواطنين التي تحولت إلى أكوام من الأنقاض المتراكمة، وبقايا الممتلكات والمقتنيات تحولت إلى خردة. كما يظهر التصوير إحدى العائلات تحاول تجميع ما أمكن من الأثاث استعدادا للنزوح. ضربونا بيوتنا، هبوا علينا بالصواريخ، وعنا فين مشاتتين دحنا، واني إيالي في البيت، فين نوجه دحنا، فين لنا المأوي، من هو دحنا مهابيحنا، فين أتى الأمم المتحدة، لدقونا الأمم المتحدة، الأمم المتحدة فين هي؟ واقع مأساوي يخلفه القصف العشوائي للميليشيات الحوثية تمثل بنزوح عدد كبير من الأهالي وتدمير منازلهم وتشريدهم ومقتل وجرح المئات منهم، مع سقوط عربي ودولي تجاه هذه الخروقات التي لا زالت تمزق اتفاق الهدنة القائمة في جبهة الساحل الغربي. الآن مشاهدينا الكرام مع أجواء الطقس وأسعار العملات في حضرموت. هات النشر نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الوزراء يوجه بإعداد خطة وطنية شاملة لتوزيع لقاح كوفيد 19. محافظ العاصمة عدن يطالب الحكومة بمساواة الرسوم الجمركية في ميناء عدن ببقية موانئ البلاد. مولد كهربائي ومساعدات طبية من السلطة المحلية بحضرموت لمستشفى الفقيد الشاذلي بمديرية حجر. المكتب التنفيذي بمديرية الموكلة يعقد اجتماعه الدوري الأول للعام الحالي. ميليشيات الحوثي الإرهابية تستمر في خروقاتها العسكرية وتستهدف منازل المواطنين. السيدات والسادة، قدمنا لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية من قناة الموكلة المحلية، ولمشاهدة نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة صفحة القناة على مواقع التواصل الاجتماعي الموكلة تي في. إلى اللقاء.